السلام عليكم. يمكن اكثر بيريود اللي كتكون صعيبه بزاف من بعد القرار ديال الحجاب الشرعي هي ديك الفتره الاولى، كتكون سونسيبل بزاف، كنكونوا مركزين بزاف مع الحجاب من واحد الطريق اللي ما عارفينش كيفاش نبداوها، ما عارفينش كيفاش نلبسو، نقدر نديرو، نقدر نحيدو، نقدر نشوف مثلا بنت لابسه بحال اللباس لان مرتبطه بيه واللي مولفاه واللي معوده على راسي نشوف راسي بيه، نقدر نشوفها، نقدر نتاثر. خوف، واحد الشعور بانك غريبه على راسك، انه سي نورمال كنكونوا مولفين راسنا، معودين على راسنا بواحد الطريقه، نعاودوا نقولوا مخنا عافاك تقبل واحد الفيرسون الجديده، دونك سي نورمال انت براسك كتحسي براسك غريبه على راسك. البنات اللي كيديروا النظر عارفين هاد القضيه، النهار الاول والثاني والثالث بالنظر اللي يكونوا جداد باقي ما كتكوني، واخا يكون عاجبينك كتحسي براسك غريبه فيهم، شي حاجه ماشي هي هذيك، باقي جداد عليك، باقي ما مولفاش. ديك الطوره ديال الخمار على وجهي كتجيني فشي حاجه اللي تقدر تطرح اشكال هي الموقف ديال الاهل مع داك القرار. يعني كنقول حنا في الاول كنكونوا مركزين بزاف، يعني حتى داك التشجيع ديال العائله، التاثير ديالهم في هادشي كامل كيلعب دور، يعني كيف ما بنات كيلقاو تشجيع من عائلاتهم كيدعموهم في القرار ديال الحجاب، كاين بنات اللي لا، بنات اللي لقاو مواقف ما كتباشاش مع داكشي هما اللي باغينو اللي كينتظروا، يلقاو صعوبات هكا مع عائلاتهم وفي الاقناع والتقبل. يعني انا اتخذت واحد القرار كنتسنى واحد الاحترام ديال هذاك القرار، فكنلقى الحاجه اللي عكس ديالها وعكس داكشي انا اللي محتاجاه شفت في ديك الفتره. يعني عائلتك صغيره، والديك ماشي ضد الحجاب وعارفين الحجاب فريضه وماشي ضدك انتي، ملي كندخل بديك الفكره هما ضدي، هما ما احترمونيش، انا درت واحد القرار وما احترموش داك القرار ديالي، انا داخله بهاد الافكار. لي زيموسيون اللي كيولي عندي انايا غضب، اللي كيقول شي حاجه كنفعل خصني نجاوب، اي واحد كيقول شي حاجه كندخل بهجوم، كندافع بهجوم، كندافع على فكره الحجاب، كندافع عليه بهجوم. ولكن كل ما دخلنا بواحد المنطق وواحد الحياديه ما نعطوش احكام مسبقه، نقدروا نتعاملوا بطريقه احسن، نقدروا نتعاملوا بواحد الثبات انفعالي اللي هو صعيب صراحه، صعيب شي وقيتات. خصنا نوعاو بواحد الحاجه، اي انتي باغا تاخدي الخطوه ديال الحجاب، عندك داك القرار ديال الحجاب وعندك ديك النيه وقلبك علم بيه غير الله، هما ما داخلينش فيك، خديها بهذه الطريقه، هما ما عايشيش معاك داكشي اللي في عقلك، هما كيشوفوا واحد الحاجه اللي اكستيريور، كيشوفوا واحد الشكل اللي جديد، كيشوفوا واحد لا فيرسون اللي جديده، يقدر يكون هما ما مستوعبينش داك التغيير اللي تيوقع وخايفين هاد التغيير شنو من موراه. انتي باغا ديري الحجاب وداخل السوق راسك وما كاينش مشكل، ولكن كيقولوا كاين واحد التغيير، هما كيشوفوا داك التغيير اللي خارجي. كل ما تعاملنا مع الموضوع بواحد المنطق وما ندخلوش بنيه خايبه، لا هما ما باغينيش، لا هما ما كيحترمونيش، لا هذا، تقدري تسوي على رايك وطريقتك الامور بلا هجوم بلا صراعات، وديري في بالك بان الامور مع الوقت راه كتبدل. يعني انت حتى نفسيا مع الوقت تكوني مستقره من ناحيه الحجاب، فراه هما تيشوفوا هادشي، راه هادشي كامل كينعكس على بيرسون، وملي غادي يشوفوك انك حجابك ما خلقش لك مشكل بالعكس فرحانه مرتاحه، هما كيولوا يستوعبوا. يمكن واخا ما يقولش لك بطريقه مباشره كيدير الحاجه اللي كترضي الله ولا طاعته لمخلوق في معصيه الخالق، صافي التشجيع زوين وحنا كنتاثروا، واللي كيقول لك كلمه زوينه سورتو في البدايات كتبقى معاك، كتبقى مفكراها شي كامل زوين، ولكن واش كنقول لك ان العائله كنتاثروا بها بزاف، فنحاولوا ما امكن نتعاملوا مع الموضوع بحياديه. افكارنا كتعطينا مشاعر سلبيه كترجمها في السلوك، افكار مشاعر سلوك، فتبنوا افكار مزيانه باش نقدروا نتعاملوا مع الموقف بطريقه احسن. بالك ديما كل مشقه كل حاجه دستي منها صعيبه وعند الاجر ديالو، فربي ما غاديش يخليك وربي ما غاديش يضيعك وربي غادي يوقف معك، كوني اكيده بان ربي غادي يوقف معك، ديما تبقى معك واخا دوزي 6 سنين بالحجاب، ما نتغروش فراسنا، ديما الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حنا راه انسان ضعيف بزاف، راه ربي اللي كيثبت الستر ديال الله، ما نتغروش في راسنا، ندعيو باش ربي يثبتنا، لانه ديك الفتره كتكون صعيبه بزاف وربي اكيد كيوقف معانا. كنشوفوا راسنا قدام واحد الصعوبات واحد الطريق حنا ما عارفينش كيفاش نبداوها، ما عارفينش هادشي كيفاش غادي يمشي، فكنكون عندنا واحد الخوف التردد واحد الصراع داخلي، بقى راسنا حجاب واخا فينا ما حوايجو، يمكنش غتشري كلشي من الدقه الاولى،
هذاك الشيء راه تراكمات، راه ما كيجيش والحوايج كيولي تشتو عندنا دقه واحده. راه في الاول ما تيكونش عندنا، كنشريو اللي اساسي، واخا يكون عندك غير جوج باش تبدلي، ومع الوقت ربي غيديس. وانت دايره الزيف وهذا عندك حوايج طوال، فراه نستغل نحاول نستغل هذوك الحوايج الطوال اللي عندي، وماشي بالعدد ديال الباس. راه المهم كاين يكون عندك شي محدود، ولكن شنو كتشري وكيفاش تلصقي حاجه مع حاجه، هذه كيفاش بقات. نركزوا على الاساسيات، ناخذ داكشي اللي غادي ينفعني مع كلشي. الصايا نوار ناخذ صايا نوار، انا داكشي باش بديت. انا خديت داك الاسداء اللي كيكون فيه الصايا وهذيك اللي الفوقي ديالها باش الصايا نستغلها مع حوايجي. ما كنتش عارفه كيفاش نبدا، كساوي عندي جوج كسوات ولا وحده، شوميز طوال نبدا بهم، خفت تجيني مصيره ما نسدش الصدافي. نحاول نستغل داكشي اللي عندي ونجيب داكشي اللي اساسي، ماشي الحاجه اللي غنسخي ليميتي في الباسه فاش غتنفعني، وانا يلاه باديه وحاجه ما تنفعنيش انسان نلبسها. لا ناخذ حاجه واحده، المهم نبدا، مابقاش قوة التفكير، لا نبدا. صعوبات عاوتاني ديال الصيف، الحوايج اللي تيبينو خصنا نلبسو تحت منهم، الصاد فاش نبقى نزير على راسي الزيف، دي فوا كنلبس جوج سيوفه على كان الزيف عاجبني هو ترونسبارون، غنلبس تحت منه زيف بيض. من هاد الناحيه راه كنقولك، راه اي حاجه صعيبه عندنا الاجر ديالها، هي صعيب والصاد صعيب، ولكن ربي واش كيخلينا؟ لا حنا كنقدروا نتاقلموا. تكون عندك واحد القناعه اللي مبنيه على واحد الاساس اللي صحيح، وهذا اللي خصنا نخدموا عليه، وانا نكون افكارنا على الحجاب ما يكونش عندنا افكار مغلوطه. وحده تسوليها اللي دوزت مده وهي دايره الحجاب، تقول لها واش انت باقه في نفس الوضعيه اللي كنتي فيها فاش بديتي، تقول لك لا ما كنبقاوش في نفس لو بوين، كنتغيروا. ومن لطف الله بينا بان وراء ربي كيهون الحاجه، كنتاقلموا كنتعايشوا مع الامور، وما كتبقاش في نفس الحده ديال الاول. في الدار مثلا غيكون شي واحد ماشي من المحارم ديالنا خصنا نلبسوا الحجاب، بحال كيف في الزنقه كنتي راسك راكي في داركم لبسي لباس بحال هكا برا، سورتو في الصاد. انا كيفاش انا في الدار وانا الدار اللي كنبغي نلقى فيها راحتي نعاود نلبس الحجاب، لقيتي راسك في هاد الوضعيه لبسي اسدال. اسدال هو اكثر حاجه اللي غتخليك مرتاحه انت مع كفاش. كنقول لي ما حتى حاجه ما كتضيع، الله اي حاجه فيها صعوبه عليك ربي راه تيعاون، ماشي تدوز غير هكاك، راه ربي تيوقف معنا وربي تيعاوننا. صعوبات عاوتاني اللي كنلقاو السراول، كنظن بزاف حنا اللي متعلقين بالسراول. اللباس اللي كنلبسوه راه ماشي هو حنا، هادو عادات حنا اكتسبناهم. السروال راه ماشي هو انا ولفت نلبس هاد النوع ديال اللباس، يعني راني ممكن اني نبدل ونلبس حاجه اخرى. ما عمرني انا راه ما بقيت نلبس الصايه من نهار ملي كانت كتلبسني امي، نسادس ما بقاش كنلبس الصايات، كيفاش غتقولي راه نلبس دابا صايات وما كتعرفش نلبسهم؟ كل ممنوع مرغوب، السراول راه ماشي حرام، السراول ما خصكش تخرجي بيهم صافي، دار لبسي اللي بغيتي. اللي كنصيفطوا راسنا ميساج لا نولي نخاف، هذه اللي بغيت نوصلها، نولي نخاف من السراول. تخافيش من السراول، ما تبنيش ما تغرقيش في هذا الشعور ديال انك تخافي من شي حاجه، دير في بالك بانك راكي ما محرومه من حتى شي حاجه، راه داكشي اللي بغيتي تلبسيه راه عندك فين تلبسيه، راه ما كتحرمي راسك من حتى شي حاجه. يمكن المولفين اللي مولفه تصوب حجبانه وما تبقاش تصوبهم، كنقول لكم غير ولف، انا كنت مولفه نصوب حجباني وما بقيتش كنقيسهم، راه غا ولف ولف. ماشي ضروري تشري غير الحوايج اللي غادي تخرجي بهم، راه ممكن تاخدي الحاجه وانت ما تخرجيش بها، بالعكس هذه كتصيفط واحد الميساج زوين بين راسك بان راه اللي كنت كنلبس فكنلبس على ودي انا، الا كنت كنعتني براسي فراه كنعتني لراسي انا، الا كنت كندير مكياج فاش كندير انا بغيت ندير راسي ونشوف راسي زوينه في الدار. كل ما كنبسطوا فكره الحجاب راه كيسهل علينا، راه ما حدنا كنشوفوه جبل وهو من جهه اخرى راه فريضه علينا، وحنايا في الاتجاه المعاكس وخايفين من شي حوايج بانين افكار مغلوطه على الحجاب. الا كنت كندير سبور رانفورسي لي موسكل كتولي كدير هاد الحاجه اللي كنتي بس كنتي اصلا كتلبسي الواسع بدل ما شفتي شي حاجه، ولكن كديري على ودك كنتي. كنقول هادشي كيجي زوين مع الحجاب لان كتولي ديري الحاجه على ود الحجاب، كيجي علاقتنا بذاتنا كتكون صحيه اكثر. بالنسبه للخدمه كاين بنات اللي يقدروا يلقاو صعوبات مع الحجاب الشرعي وسط الخدمه، انا مثلا كيني ماشي ديال راسي لدابا لحد الساعه اكيب عندنا واحد النظام داخلي بالنسبه ليهم ماشي الباس ديال الخدمه. انا اللي جاتي ليا نخدم غير مع لي فام ومع لي زونفون، ديك الساعه بالنسبه ليا البيجاما ما تبقاش طرح عندي اشكال، ولكن ما حدي مفروض عليا قوانين نشوف راسي كيفاش نقدر نتعامل مع دوك القوانين. شنو كندير؟
انا خصني نخدم ببيجاما، ماشي ضروري بيجاما، راه لا بلوز يعني زعما واخا يبقى الواحد بداكشي اللي لابسه هو، ولكن حيت حنا ما لبسوش السراول فبيجاما وتندير عليها لا بلوز. جامع واسع لي جوج طايات يكونوا كبر منك، ولا بلوز، لا بلوز تاعي تكون واسع لي تكون طويله، واصلا كتكون واسعه كندير الخمار لتحت باش ما يبقاش من الفوق ليجيان وداكشي محلوله، لان اصلا هذيك بيجاما راه ديال الخدمه، راه ماشي ضروري نلبس فوق منها لا بلوز، هذيك ديجا راه ديال الخدمه. فنخلي الخمار ولا الشال لتحت ولا بلوز تاعي نقول جوج طايات يكون كبر منها. هادشي بيان سور الداخل، اما انت برا راك جايه بحوايجك نورمال، لبس الحاجه اللي غتكون براتيك بالنسبه ليا. سايا شوميز طويله، علاش؟ تحت نكون لابسه سروال ديال البيجاما وتحت من لا شوميز راك نكون لابسه الفوقي ديال البيجاما، ملي غادي تدخلي وتبي تبدلي هذيك ساهله، سي بلو براتيك. سايا غتحيديها ولا شوميز تكون ساهله. درت الحجاب هكا كنقول كيفاش انا كل مره نبقى في هذا البروسيسوس ديال البيجاما، نعاود ثاني نلبس الحوايج اللي غادي نخرج بهم، ولكن تكوني اكيده انا ربي كيوقف معاك. كاين واحد التحدي نحاول نفكروا كيفاش نقدر نخرج راسي منه، ما نبقاش وحده فيه، ديما نلقاو دي بيست اميليوراسيون. هذه مساله اخرى تقدر توقع، داك التركيز ديالنا مع الحجاب على برا، يعني عقلك افورس ما انتي مركزه مع ليدي ويلاه باديه، وكنقول هنا رجل هنا ورجل لهي، كتولي مركزه مع الحجاب بزاف. يعني عرفتي بحال اش مثلا كتكون واحد المارك ديال طوموبيل مثلا، قدر انتي قبل ما تتوعي بان عجبك قدر تدوز من حداك وما ترديش البال، ولكن ملي كتولي مركزه معاه كتولي عقلك فين ما تدوز عقلك يديك لها، كتولي تقولي ما يمكنش كنشوفها بزاف، انتي مركزه معاه، انتي في زنقه كتولي كتصنفي حجاب كامل حجاب غير كامل، حيت انتي قدرت توقعي ليك لانك انتي مركزه مع الحاجه بزاف. خصنا نردو البال مزيان باش مفرقوش في واحد الحاجه، هي اننا نولو نحكمو على الشخص، ولا انا وليت دايره الحجاب شرعي نولي نشوف بنات حجابهم غير كامل بنظره اللي ما مزياناش، ولا بنت كاع ما دايرش الحجاب تولي عندنا ديك الفكره لا انا ما نقدرش ما نتعاملش مع بنت ما دايرهش حجاب وما نتعاملش مع بنت دايره حجاب غير كامل. انتبهوا للغرور والفخر، حجاب حنا دايرين فريضه، راه ما دخلناش في المثول. علاش انا واحد النهار كنت بحال هكاك، وهذيك البنت اللي نقدر انا نحقرها تولي تبارك الله دير حجاب احسن مني. فانتبهوا لهاد المساله بزاف، فما ترديش البال راك تاثري دون مانيير او دون اوتر. يعني باش غتعاملي مع بنت ما دايرش حجاب بطريقه اللي خايبه، وحنايا نعشق الاحكام، الواحد غيولي عندي مشكل مع بنات اللي دايرين حجاب حيت الكونتاكت الاول داز خايب،